قوله لكم في البداية. طيب نروح بقى الأمير هشام من تونس عشان نطمن على فرقتنا الكبيرة إن شاء الله. عندنا ماتش يوم الحد، ماتش مهم جدا جدا جدا. أمير أهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. ويوم أكيد جديد للنادي الأهلي هنا في تونس في إطار الاستعداد لمباراة الذهاب في دور نصف النهائي أمام فريق النجم الساحلي، واللي هي أكيد خطوة جديدة ومباراة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي إن هو إن شاء الله يحقق فيها نتيجة إيجابية، يكون في أريحية إن شاء الله في مباراة العودة في الإسكندرية. لكن خليني أتكلم بالتحديد عن كواليس الفريق النهاردة. يمكن النهاردة كان في تدريب مبكر جدا للاعبي النادي الأهلي في تمام الساعة 9:30 صباحا، الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة. أكيد كان تمرين مهم جدا، شارك فيه جميع اللاعبين بشكل جيد وبشكل قوي. كان في طبعا بعض الجوانب البدنية، بعض الجوانب التكتيكية النهاردة اللي حاول كابتن حسام البدري ينفذها خلال المران. لكن بالتحديد خليني أقول لك إن كابتن حسام خلال تدريبات النهاردة قسم الفريق لمجموعتين، مجموعة اللي هي شاركت في مباراة الترجي بشكل كامل، ومجموعة أخرى اللي هي ما شاركتش في هذه المباراة. بالتالي المجموعة اللي كانت طبعا شاركت في المباراة كان لهم بعض التدريبات الاستشفائية طبعا وتدريبات فك العضلات، خصوصا إن هي كانت مباراة قوية جدا من الناحية البدنية، واللي قدر النادي الأهلي فيها تفوق بشكل رائع جدا سواء من ناحية الأداء أو من ناحية النتيجة والتأهل لدور النصف النهائي. بالتالي ايضا كان معاهم سعد سمير طبعا مدافع الفريق مع المجموعه اللي هم كانوا بيعملوا بعض التدريبات الاستشفائيه، خصوصا ان سعد زي ما احنا عارفين عنده اجهاد في العضله الضمه، فبالتالي دخل معاهم في هذه التدريبات. وبعد ما خلصت التدريبات دي طبعا سعد كان ليه بعض التدريبات الاضافيه الاستشفائيه بالنسبه له عشان يقدر ان شاء الله يلحق بمباراه النجم الساحلي ان شاء الله، واللي خلاص تقرر ليها يوم الاحد القادم في تمام الساعه 6:30 بتوقيت تونس، 7:30 بتوقيت مصر. في المقابل طبعا المجموعه اللي ما شاركتش في المباراه الاخيره كان لهم تدريبات بدنيه قويه، تدريبات كوره قويه، وايضا كان في تقسيمه في اخر المران كانت قويه جدا بالنسبه لكل اللاعبين. طبعا تالق فيها صالح جمعه، تالق فيها ميدو جابر، احمد الشيخ، مجموعه كبيره من لاعبي النادي الاهلي تالقوا في التقسيمه دي. واضح ان هم طبعا عندهم عزيمه واصرار ان شاء الله ان احنا نكمل مشوارنا في بطوله دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان مباراه الترجي هي كانت مجرد مباراه من خلالها النادي الاهلي قدر ان هو يتاهل للدور نصف النهائي، فبالتالي التركيز هو التاهل دلوقتي للدور النهائي واحراز هذه البطوله من خلال طبعا عقبه النجم الساحلي، وان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يتخطاها وان شاء الله يوصل للدور النهائي. بالتالي طبعا كانت تدريبات مهمه جدا بالنسبه للكابتن حسام البدري وبالتحديد من الناحيه التكتيكيه. طبعا كلمتك عن سعد سمير، لكن عايز برضو اتكلم عن وليد ازار ووليد سليمان. خلاص هم جاهزين جدا في التدريبات النهارده، شاركوا في التدريبات الجماعيه، كان ليهم جزء كبير طبعا من التدريبات مع اللاعبين اللي شاركوا بشكل اساسي في المباراه الاخيره. واضح ان هم خلاص اصبحوا سلام تماما زي ما احنا عارفين. وليد سليمان كان عنده كدمه في الحوض، ايضا وليد ازارو كان عنده تقلص في العضلات، لكن هم اصبحوا خلاص جاهزين للمشاركه بشكل طبيعي جدا. ان شاء الله خلال ايام برضو سعد او خلال يوم او يومين بالكثير ان شاء الله سعد سمير هيكون قادر ان هو يتمرن مع الفريق من الناحيه الجماعيه ان شاء الله بشكل جيد عشان يكون جاهز لمباراه النجم الساحلي. ده بالنسبه لمران النادي الاهلي. طبعا بعد ما خلص المران صباحا توجه اللاعبين لفندق الاقامه، بعديه تناول اللاعبين وجبه الغداء، بعديها طلع طبعا كابتن حسام البدري والجهاز الفني قرروا ان هم يعملوا جوله حره للاعبين النادي الاهلي لكسر حاله الملل. زي ما احنا عارفين يا كابتن ميدو ما كانش في الحسابات خالص ان النادي الاهلي يكمل لمده اسبوع هنا او اكتر كمان في تونس. كان طبعا حسابات كلها اننا هنخلص مباراه الترجي ونرجع تاني يوم مباشره، لكن بعد ما تاهل النادي الاهلي وخلاص كان الامور كلها واضحه ان النادي الاهلي هيقابل يا فريق النجم الساحلي يا فريق اهلي طرابلس. لو كان فريق اهلي طرابلس كان هتبقى المباراه ايضا في تونس، فبالتالي الجهاز الفني قرر ان يبقى يكمل طبعا الفتره دي هنا في تونس عشان يستعد بشكل اكبر وباريحيه اكتر طبعا تجنبا معاناة السفر. بالتالي خلاص فريق النادي الأهلي إن شاء الله مركز من النهاردة كابتن ميدو في المباراة المقبلة وكيفية الإعداد لها. خليني أقول لك أن طبعا سيمو طبعا محلل الأداء بيجهز طبعا العديد من الفيديوهات الخاصة بفريق النجم الساحلي على مدار الفترات اللي فاتت، بالتحديد مباراة أهلي طرابلس أو مباراتي أهلي طرابلس الأخيرة، وأيضا بعض المباريات لفريق النجم الساحلي في الدوري التونسي. هم لعبوا حوالي أربع مباريات وأدوا فيها بشكل جيد. طبعا سيمو محلل الأداء
بيجهز كل هذه اللقطات عشان يعرضها للكابتن حسام البدري، ومن ثم الكابتن حسام البدري يقف على نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق النجم الساحلي، وشرح بعض التكتيكات اللي ممكن يلعب بها كابتن حسام البدري وبعض الاساليب اللي ممكن يلعب بها خلال مباراه نصف النهائي. طبعا اللاعبين بعد الجوله الحره دي اكيد كان شيء مهم جدا بالنسبه لهم ان هم يكسروا حاله الملل والمده الطويله اللي هيقعدها النادي الاهلي هنا في تونس. رجعوا طبعا على الفندق الاقامه، ودلوقتي هم اكيد متواجدين في الغرف الخاصه بيهم، هيكون ليهم ميعاد اخر على العشاء. كان المفترض ان يكون في محاضره بالليل، لكن خلاص بعد ما المباراه بقت يوم الاحد كان من المتوقع ان هي تبقى جمعه او سبت، فبالتالي هي بقت يوم الاحد، فبالتالي النهارده مش هيكون في محاضره. المحاضرات هتبتدي رسميا من كابتن حسام البدري ان شاء الله بدايه من غدا، عشان يوضح فيها للاعبي النادي الاهلي نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق النجم الساحلي. لكن بشكل عام ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي مركزين بشكل كبير جدا يا كابتن ميدو، ان شاء الله عندهم اراده كبيره ان هم يعدوا المرحله المقبله، وبتحديد دور نصف النهائي امام فريق النجم الساحلي، وان شاء الله من خلاله يقدروا يوصلوا لدور النهائي. وان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي يستمر في هذه البطوله، ويقدر ان شاء الله يرجع هذه البطوله دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا امير هشام.